اخوتي اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحيم، قناه الجاليه العربيه. اليوم غادي نتكلم لكم على مجموعه من المواضيع التي تخص الناس المسافرين، يعني كل الجاليه المغربيه، سواء اللي حاصلين في المغرب يعني مازال ما خرجوش ودوزوا العيد ديالهم، سواء يعني المغاربه اللي خارج المغرب وبغاو يرجعوا. يعني بعد ما شفنا القرار ديال الاتحاد الاوروبي، انه مجموعه من الناس تيقول لك بان الاتحاد الاوروبي اغلق الحدود. هو ما كاينش اغلاق الحدود، اصلا هي الحدود مغلقه، لكن هناك دائما الاتحاد الاوروبي تعمل واحد التحديثات للدول اللي مسموح لها يعني انها تدخل الاتحاد الاوروبي. تم ازاله المغرب، علاش؟ لان المغرب بعد ارتفاع الحالات يوميا، الاتحاد الاوروبي ارتأى انه غادي يدير واحد القيود على هذا السفر ديال المغرب. يعني ولو ان غير هذا السفر هو غير حالات الاستثنائيه سواء للمغرب او للاتحاد الاوروبي، لكن راه ما كاينش اغلاق الحدود. هذه خبر بغينا نطمنوا به كل الاخوان، وبغينا نوضحوه لكل الناس اللي مازال ما عارفينش ديال الاتحاد الاوروبي. زائد غادي نوضحوا لكم مجموعة من الرحلات التي تم إلغاؤها من طرف الخطوط الملكية المغربية، وهناك مجموعة من الرحلات اللي تم إضافتها. لهدف هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على كل هذه المعلومات، وغادي نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات اللي طرحوها يعني المتتبعين ديال القناة. غادي يعني باش نبقى نجاوب كل واحد على حدة، ارتأيت انني غنجاوبهم في هذا الفيديو كاملين، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا توفقنا باش نردوا على كل الاسئله. لهذا ما تمشوش بعيد، بعد الفاصل سنواصل. اذا خوتي خواتاتي، بعد صدور هذا القرار ديال الاتحاد الاوروبي، القى بظلاله على كل الرحلات الاخرى اللي خارج الاتحاد الاوروبي. هنا ما فهمناش هذه القضيه، علاش؟ يعني مادام الاتحاد الاوروبي وقف ماشي الرحلات، وقف الرحلات العاديه، يعني خلى غير الرحلات الاستثنائيه للمواطنين ديال الاتحاد الاوروبي، وكذلك المواطنين القاطنين في الاتحاد الاوروبي، وحتى الناس اللي كانوا في الاول عندهم نفس الشروط اللي تكلمنا عليهم، اللي هما الطلبه اللي عندهم التاشيره ديال الدخول لاوروبا، وكذلك الناس اللي عندهم تاشيره يعني الفيزا ديال التجمع العائلي، حتى هما راهم مازالين تيشملهم هذا يعني هذا السماح للعوده، وكذلك الناس اللي عندهم تاشيره ديال الافاري يعني ديال الشغل، يعني الناس اللي عندهم شركات وبغى يدخل هنا عنده تاشيره ديال الافاري يعني شغل، هذا حتى هما ماشي عمل افاري، يعني تجاره يعني خاصه بعمل خاص بالتجاره، حتى هادو راه عندهم الحق انهم يدخلوا اوروبا. اذا كل هاد الاشخاص عندهم الحق انهم يرجعوا من المغرب الى اوروبا، وكذلك العكس. لكن تنطلب من كل الناس اللي مازالين في المغرب انهم يحاولوا يعني ما يبقاوش يتسناو ويقولوا صافي اوكي، راه مادام الاتحاد الاوروبي، راه الاتحاد الاوروبي راه هذا ثاني انذار، يعني ملي وقف يعني التعامل مع المغرب، الرحلات مع المغرب العاديه، ولو انه كان من الاول ان المغرب فاتح غير رحلات استثنائيه، ولكن راه كانت بحال العادي، يعني ان واحد من الاتحاد الاوروبي غادي كتوريس سائح تيمشي مغربي، ولو عنده الجنسيه او ما عندوش الجنسيه، يعني مادام مغربي راه كان تيدخل المغرب. لكن ردوا بالكم اللي مازالين هنا في اوروبا، انا تنصحهم بلا ما يهبطوا، لان ما بقاش الوقت وما تعرفش اشنو اللي كاين، لان الناس اللي مازالين في المغرب وكانوا دوزوا العطله ديالهم، اذا يحاول يجي يعني باسرع طريقه ممكنه، عنده طائره ديال هذا الاسبوع ولا الاسبوع القادم يحاول يجي فيها، كان عنده حتى الاخر الشهر يعني الله اعلم، لان كما تنقولوا ان الاتحاد الاوروبي كل 15 يوم تيدير تحديث، ولكن الا شفتوا دابا ما تسناوش 15 يوم، يعني بعد 8 7 ايام، يعني بعد اسبوع فقط
داروا تحديثات. علاش؟ لما لقاو بان الحالات ارتفعت في المغرب، يعني المغرب بذات الحالات في تطور، وهنا على حسب يعني التخطيط ديال الوباء، دائما ملي تيبدا الوباء يطلع، يعني ردوا بالكم راه غادي يزايد في الطلوع، يعني غادي يزيد يطلع. هذا هو السبب اللي خلى المؤسسة ديال الاتحاد الأوروبي أنها تزيد دير واحد يعني قيود جديدة على المغرب. لهذا ردوا بالكم، هم سامحين دائما للمواطنين ديال الاتحاد الأوروبي أو المواطنين المقيمين اللي عندهم لا ريزيدنس، اللي عندهم بيرميسو، اللي عندهم الإقامة، انهم يجيو، سواء يعني الاولاد ديالهم ولا العائلات ديالهم، الناس الطلبه اللي عندهم حتى هما، سواء عندهم البرميسو ديالهم يعني الاقامه ديالهم، او عندهم اول مره غادي يجيو، يعني عندهم غير الفيزا حتى هما راه مسموح لهم، الناس اللي جاو عندهم تجمع عائلي حتى هما راه مسموح لهم، الناس اللي عندهم يعني كتجاره تاشيره ديال التجاره، فيزا ديال التجاره كافاري حتى هما مسموح لهم. ولكن حاولوا ما أمكن أنكم ترجعوا في حالكم الدول اللي انتم مقيمين فيها، لأن حتى شي واحد ما تعرف أشنو اللي جاي. ودابا أنا غادي نعطيكم موقع متجدد خاص بال يعني بالقيود اللي مفروضة على كل الدول، لأن مجموعة من الإخوان سولوني، هذه لا تشمل غير الاتحاد الأوروبي، تشمل دول جميع دول العالم. انا غادي نحاول، ما نقدرش ندير لكم كاع الدول كلهم في هذا الفيديو، والا غادي يبدا طويل بزاف. غادي نحاول على حسب التعليقات اللي كانوا جاوني والاسئله ديال الدول اللي سالوني الناس، سواء من الجزائر، تونس، مصر، الامارات، البحرين، قطر، يعني هادو كلهم مجموعه من الاخوان اللي والاخوات اللي كانوا سالوني، غنحاول نجاوبهم في هذا الموقع. واللي بغى يعرف الدولة ديالو او بغى يعرف الجواب ديالو والقيود المفروض على هذيك الدولة، ما عليه الا يكتب لنا في التعليقات، وغادي نحاول نجاوب حتى الناس ديال اوروبا حتى هما، لان تيشملهم، وهادو هما اللي كان يعني هذا هما السبب انهم شملهم هذا القرار ديال الاتحاد الاوروبي، واللي لقى بالظلال ديالو على الدول الاخرى اللي كنا تنتسناو انهم زادوا دول، لكن جاء هذا القرار كالصاعقة وخلى ان الخطوط الملكيه المغربيه او الخطوط العربيه انهم الغاو رحلات كثيره الى الدول العربيه اللي كانت كيف ما وريناكم في الفيديوهات السابقه كانت يعني موجوده في الموقع ديالهم. ولكن حاليا يعني هذه يومين وانا تنتبع في الموقع ما كاينش شي تحديثات. هما قالوا بان كاين الرحلات، ماشي اوروبا، اوروبا مازالين الرحلات، لكن كاينين تحديثات اللي مازال ما حطوهمش. انا حاولت باش نتعطل لكن ما لقيتهمش لحد الساعه. هذا علاش ارتأيت باش نوري للناس هادو، سواء في الخليج او في الدول الاخرى العربيه او في اوروبا او في امريكا، يعني هذا موقع ماشي من الخطوط الملكيه المغربيه او من العربيه او من جراندينافي فيلوشي، هذا موقع تاني مختص فاش القيود المفروضه على الدول والشروط اللي تتفرضها كل دوله للمواطنين اللي دخلوا ليها، وشكون هما اللي عندهم الحق انهم يدخلوا هذيك الدوله، وشكون هما اللي ما عندهمش الحق انهم يدخلوا. وهذا موقع راه مهم جدا لكل الناس اللي بغاو يسافروا لاي دوله اختاروها. انا حاليا اخترت لكم بعض الدول، واللي بغى غادي نحاول ندير الدول الاخرى في فيديو قادم، الى وصلوني تعليقات من طرف هذوك الدول اللي بغاو منهم الناس انني نوصلهم المعلومه. اذا قبل من نمر للموقع، بغيت يعني غير الرد على بعض التساؤلات من بعض الاشخاص. الناس اللي لغاو عليهم الطائرات، سواء اوروبا عامه وجاهم الايميل ديال الالغاء، راه ما عليهم اشنو غير يتصلوا يغيروا الطائره، ما يبقاوش يتسناو عن طريق الايميل. الخطوط الملكيه المغربيه والخطوط العربيه راه تيستقبلوا غير عن طريق التليفون، يعني يغيروا لك كما وقعوا مع مجموعه من الاشخاص اللي كانوا قراب مني، واستطعنا ان نكلموا في هذا الرقم اللي غادي نخلي لكم وخليته من قبل، سواء للخطوط الملكيه المغربيه او للخطوط العربيه، ما عليك الا اتصل بهم،
هما اشنو غادي يديروا؟ غادي يطلبوا منك الرقم، انت دائما جهز الرقم ديال يعني التذكره اللي عندك، لان رقم الفول والرقم ديالك الخاص اللي فيه مكون من 6 ارقام، هذا غادي يطلبوه منك على اساس انهم غادي يغيروا لك الطائره للرحلات القادمه. الا كان تغيير مجاني راه غادي يغيروها لك اوتوماتيكيا، غيطلبوا منك الايميل، جهز الايميل ديالك والتليفون ديالك والتذكره ديالك. الا كان غادي تخلص شي حاجه زائده كما وقع مع واحد الاخوان، انهم غادي يرسلوا لك واحد اللينك، واحد الرابط للايميل ديالك، وعن طريقه غادي تدخل وغادي تخلص لا ديفيرنس، يعني لا ديفيرنس تخلص واحد البيناليتي ولا ما عرفش، لانهم هما دابا كما تنقولوا دابا راهم تيستغلوا بعض الناس، لان تيلغيو لك الرحله تيقول لك حنا ماشي حنا اللي لغينا، لغاتها الدوله ولا لغاها واحد القرار ديال الاتحاد الاوروبي، حنا بالنسبه لنا غنبدلوا لك، ولكن غادي نقدروا نديروا معاك مزيان، غادي يا اما تخلص ما تخلص البيناليتي وتخلص الفرق اللي كاين في الطائره، مثلا انت قطعتي 160 اورو وهما دابا الطائره تيبيعوا فيها 300، غتخلص الفرق ديال 300. ونقول لكم واحد النصيحه، يعني الاخوان اللي حاصلين ما عليكم الا خسرتوا كثير، اذا حاولوا ما تزيدوش تخسروا اكثر، لانهم ربما غتبقاو حاصلين، لان اللي جاي اكثر، لهذا اللي لقى فرصه انه يجي يقطع يجي في حاله. طلبوا لك حتى بيناليتي خلصها وخلصها وجي في حالك، لان والا انت غادي تبقى حاصل. اذا الرقم انا غادي نخلي لكم كتابه، وانا غادي نقوله لكم، يعني الرقم هو بالنسبه للناس اللي في المغرب 05 22 48 97 97، هذا هو الرقم الوحيد، ما كاينش شي رقم اخر اللي غادي يقدروا يغيروا لكم فيه، وراهم تغيروا الرحلات غير ما عليك الى الانتظار، تقدر تكلمهم وتلقاهم يعني مشغولين الخطوط، هذا الرقم راه فيه مجموعه من الخطوط مفرقين. اذا 05 22 48 97 97، والناس اللي برا المغرب، اللي خارج المغرب وبغى يغير رحله ولا بغى يلغيها ولا بغى ياخذ غير الكود ومن بعد يمشي، غادي يتصل بنفس الرقم ولكن يزيد 00212. اذا 00212 05 22 48 97 97، هذا خاص بالخطوط الملكيه المغربيه. بالنسبه للناس ديال العربيه، اذا ما عليهم الناس اللي داخل المغرب يتصلوا ب 08 02 00 803. نعاود 08 02 00 803. اذا ما عليكم الا اتصلوا بهذا الرقم، هذا ديال الخطوط العربيه اللي لغاو ليه الرحله، يتصل باش يغيروها ليه، من الاحسن لان غيتواصل معاه بالتليفون وغادي يعطيوه واحد الجواب يعني رسمي، ما يبقاش يتسنى في الرحمه ديال بعض الاشخاص ولا لاجونس، ولو تكون قطعتي عن طريق الاجونس هضر انت بنفسك مع هذا الرقم، راه غادي يبدلوا لك، راهم تيبدلوا، غير صبر شويه، اتصل وانتظر شويه المكالمه، يعني انتظر راه تكون خطوط، لان بحكم عندهم مجموعه من الناس تيتصلوا، ما عليكم الا تصبروا شي شويه حتى ترجعوا بحالكم البلدان ديال الاقامه ديالكم. اذا ندخلوا الموقع باش نوريكم مباشره. اذا اول ما تدخل الموقع هنا تتشوف كاين عندك بالازرق الداكن وكاين بالازرق الفاتح، يعني اللي بالازرق الداكن هما الدول اللي منعوا منها السفر، اللي منعوا عليها السفر في، ماشي غير في دول، هذا تنتكلموا خاص بدول العالم. انا غادي نصغر هنا الخريطه باش يبانوا لكم كل دول العالم. اللي بالازرق الداكن البلو هادو كلهم دول اللي يعني ماشي منعوا منها السفر نهائي، ولكن السفر فيها بقيود وقيود مشدده، وهذو هما القيود اللي غادي نوريكم. واللي بالازرق الفاتح يعني اللي فيهم قيود خفيفه، يعني مخففه فيها السفر ولكن ماشي بذاك القيود اللي موجوده بحال الداكن. وكاينين هادو اللي كيف ما نقولوا بالابيض او هو بواحد الرمادي خفيف، هذا بالنسبه للدول المسموح فيها السفر عادي، ولا شفتوا بان مجموعه بسيطه من الدول هي اللي مسموح فيها السفر منهم هادو. اذا حنا اللي مهم عندنا غادي ندخلوا اول دوله هي المغرب. هنا من تضغط المغرب هنا تجيكم، شوفوا ها هو غتجيك العالم والدو اسم الدوله بوبليكادو امتى، نهار 9 في شهر 8 اللي هو اليوم. قال لك هنا انا حاول درته بالايطاليه باش نشرحوا لكل الناس، لا سواء بالعربيه الفرنسيه بكل لغات، الناس اللي تهضروا بالعربيه. اذا قال لك الفولي بر ماروكو سونو سوسبيزي، يعني الرحلات الى المغرب وقفوهم نهائيا.
لكن قال لك لكن كويستو نون سي ابليكا ا اي فولي دي ريمباتريو، يعني كل الناس اللي غادي يرجعوا سواء غادي يرجعوا للمغرب ولا غادي يخرجوا من المغرب يرجعوا للدول ديالهم، اذا هادو مسموح لهم. اش يقول لك ثاني في الشرط الثاني؟ ان قال لك هاد لي باساجيري دوفونو كومبليتاري المودول سانيتاريو، يعني دائما خاصكم تعمروا هذاك البطاقه الصحيه للمسافر اصبحت مهمه. وكما شرحت الناس اللي بغاو يتعمقوا في الموضوع يرجعوا الفيديو، راه داير في الفيديو غادي تلقاوها دائما بسرعه، غتلقاو في اخبار الجاليه راكين عندي انا مقسم القناه ديالي لاخبار الجاليه المساعدات كل حاجه اللي بغا كل انسان تيمشي لها يعني ديريكت بلا ما يبقى يبحث في الفيديوهات، غادي يمشي للبلاي ليست وفي البلاي ليست غادي يلقى اخبار الجاليه، هنا غادي تلقى كل الاخبار ديال الرحلات السابقه وكل التحديثات اللي كنا درنا، وفيهم غتلقى حتى الفيديو اللي تشرح لك البطاقه ديال المسافر اشنو خاصك دير وكيفاش تعمرها لجميع الدول اللي انت بغيتي ومنهم المغرب. اذا تدخل تتعمر هذيك البطاقه ديال المسافر، ودائما بالنسبه للناس اللي غيدخلوا المغرب راه باقي التحاليل السيرولوجيك زائد البي سي ار، وراه وضحوا يعني البي سي ار اللي تيدار في الانف دابا حاليا هادو غادي تستعملهم انت قبل ما تجي المغرب، هادو الناس اللي بغاو يرجعوا للمغرب. الناس اللي بغاو يخرجوا من المغرب لا، ولكن كاينين مجموعه من الدول اللي طلبوا منهم فرنسا. غير هنا هذا هو اش نقول لكم ردوا بالكم، اذا فرنسا راه طلبات التست بي سي ار، لكن هما قالوا بان التست بي سي ار غيدار لك في المطار ملي توصل، لكن راه ماشي لكل شيء، ماشي كاع الناس غادي يديروا التست بي سي ار الا اللي انت صرحتي كاين عندك واحد دوك لي سانتوم يعني الاعراض ديال هذاك الكوفيد غادي يديروا لك. اما انت الا صرحتي في هذيك البطاقه المسافر بان ما عندك حتى شي مرض راه ما كاين حتى مشكل، والناس اللي داروه وعندهم امكانيه يديروه في المغرب احسن ننصحك ديرو في فرنسا، علاش؟ باش ما تبقاش عندك تسنى لان غادي يعطلوك والصف يعني وحاله، عندك امكانيه ديرو في المغرب ديرو، راه مقبول 72 ساعه يعني في اجل 72 ساعه الا عندك امكانيه ديرو راه ديرو احسن لك، لان غير التاست بي سي ار ماشي التحاليل السيرولوجي، غير التاست بي سي ار فقط ديال الانف. اذا هنا دخلنا المغرب هادو هما الشروط. غادي نجيو للجزائر، كما تضغط على الدوله اللي بغيتي انت هنا هو خرج الجزائر قال لك الفولي بلارجي سونو سوسبيز، يعني للجزائر كل الرحلات وقفوهم. قال لك كواسو نو سي اوبليكا اي فولي مونيال ديال امباتريو، دائما مسموح غير للرحلات اللي ترجعوا بها المسافرين من خارج الجزائر، يعني سواء الجزائريين او المقيمين بالجزائر اللي عندهم بطاقه الاقامه او الناس اللي تيقراوا اللي تيدرسوا بالجزائر وعندهم حتى هما اقامه، اذا هادو عندهم الحق انهم يرجعوا، وكذلك العكس صحيح. اذا تنمروا هنا شوف غادي تشوفوا تونس بان ما عندهاش الازرق داكن، يعني ما عندهاش ذوك القيود كثير، دائما تجيك واحد الرساله. اذا هنا قال لك هاد الدول مانعين عليهم انهم يدخلوا لتونس، شكون هما؟ هما هاد السولمون، الصومال، السود افريكا، السودان يعني جنوب السودان والسودان كذلك، سوريا، طونغو، امريكا، يعني هنا تقدر تدخلوا اللي عنده غرض بشي دوله غيدخل ليها يزيد. انا غنحاول نخلي لكم الرابط باش كل واحد على الاقل توصل لك المعلومه اللي خاصه به. لكن قال لك هاد الدول ما يدخلوش، اليمن وزامبيا وزيمبابوي، لكن قال لك هاد الشروط لا تطبق على هاد الناس اللي جايين لتحت، ماشي الاولين، الاولين هادو ما يدخلوش، ممنوعين من الدخول. المواطنين اللي جايين من هاد الدول من امريكا ومن زيمبابوي ممنوعين، لكن المواطنين اللي مسموح لهم شكون؟ هما المواطنين اللي ريزيدنت ان تونسيا، يعني المقيمين بتونس، ولا المواطنين التونسيين، ولا الناس يعني العائلات ديال التونسيين. وكذلك هنا كل هذه الدول اللي منهم اوروبا، منهم مجموعه من الدول، لان ما نقدرش نبقى نشرح لكل شيء والا غادي نبقاو هنا ساعتين. اذا انتم دخلوا وكل واحد اللي تتهموا واحد الدوله غيدخل ليها وراه غادي يلقى فيها المعلومات، هذه معلومات محدده يعني تكون تحديثات يوميه، لان هنا كما تشوفوا دائما راها مشكله، انت تعطي للناس اليوم معلومه غدا تيديروا معلومه اخرى، علاش؟ لان بحكم هذا الكوفيد يعني يوميا في تطورات كثيره، اذا انت دائما كون متتبع لهذه المعلومات كما تنقولها دائما للناس. اذا كيف ما شفتوا دابا شفنا ليبيا، يعني بغينا ندوزوا كلهم شمال افريقيا ومن بعد غادي نمروا لدول الخليج. اذا كما تشوفوا ليبيا ان كاع الرحلات يعني سوسبيزي واقفين،
لكن دائما الناس المواطنين الليبيين ولا المقيمين في ليبيا عندهم الحق انهم يرجعوا عن طريق مجموعة من الدول اللي منهم تونس. لكن لحد الساعة يعني كاين فتحوا، انا على حسب الاخبار اللي توصلت بها انهم فتحوا المطار ديال مصراتة لكن بشروط دائما، لهذا ردوا بالكم. ولكن راه الشروط دائما كاين تحديثات، لان مصراتة فتحوا دابا على تركيا وفتحوا على برلين، يعني في دابا خط، داروا خط جديد من مصراتة لبرلين وفاتحين على تونس. اذا كل المواطنين الليبيين دائما يحاولوا ياخذوا تحديثات في هذا الموضوع. اذا تنمروا لموريتانيا. اذا موريتانيا حتى هما قال لك سونو كيوزي في نوال دو دي شاغوس، يعني كل المطارات مقفله الى يوم 12 في شهر 8 الى 12 غشت. قال لك لكن دائما راه مسموح الفولي ديال ريمباتريو، يعني ديال العوده ديال المواطنين اللي خارجين من نواكشوط يعني من موريتانيا عامه. اذا تنجيو هنا، تنجيو لمصر. اذا كما تشوفوا ان مصر ما فيهاش الحظر كما تشوفوا باللون. يعني بالنسبه لايجيتو قال لك ليجيتو في مصر يعني فتحات المطارات الرحلات ديالها مفتوحه، لكن دائما كيف ما قلت في الفيديو السابق ضروري من التسيره، يعني من بطاقه المسافر، وراه درت لكم في الفيديو السابق الى دخلتوا ليه غادي تلقاو رابط مباشر لوزاره الصحه ديال مصر اللي غادي تاخذ هذاك المطبوع وتعمره وديه معاك ملي غيطلبوا لك ملي تبغي تدخل مصر. اذا هادو حتى هما مسموح للمواطنين المصريين وكذلك للمقيمين في مصر، ما عليك الا تعمر هذيك البطاقه. اذا هنا غادي ندوزو هنايا للدول. اول غادي نمشيو للسعوديه، يعني السعوديه كما تشوفوها بالازرق يعني عليها الحظر ديال السفر. اذا السعوديه قال لك الفولي ديال الرئيس سوسبيزي دائما، ولكن دائما مسموح للناس انهم العوده يعني سواء السعوديين او المقيمين بالسعوديه عندهم الحق انهم يرجعوا للبلاد ديالهم. لكن قال لك لكن ضروري انك تاخذ موافقه من عند الموقع ديال جاكا. هذا جاكا يعني خاص بالدوله السعوديه، غادي تدخل الموقع وهنا تتقدم واحد الطلب، راه غادي تلقاوه حتى في الفيديو السابق، هو طلب ديال البطاقه الصحيه، وفي نفس الوقت راه فيه حتى اللي بغى ياخذ الموافقه، لان مادام تعطوك ديال البطاقه الصحيه في نفس الوقت تعطوك موافقه للدخول للبلاد. اذا غادي نجيو هنايا ندوزو نمرو لدوله الامارات اللي هي قال لك غير مسموح للناس اللي بغاو يدخلوا الامارات، غير مسموح لهم باساجيري يعني السواح، لكن ماشي كل الامارات. هنا باش نوضحوها معلومه مهمه، ماشي كل الامارات مانعه على السواح، لا، مثلا اماره دبي مسامحه السواح انهم يدخلوا بشرط انهم يعمروا هذيك البطاقه الصحيه. هنا هو غادي ندير معكم نقطه بنقطه، قال لك هذا الشروط هذا يعني الرفض او عدم السماح لا يشمل شكون الناس يعني الاماراتيين يعني اللي عندهم جنسيه اماراتيه، ولا الناس المقيمين بالامارات عامه، يعني هادو مسموح لهم انهم يدخلوا. كذلك قال لك هذا القرار لا يشمل السواح اللي غادي يدخلوا لدبي عن طريق مطار دبي، سمعوا مزيان، يعني توريست دبي عن طريق ومحددين مطار دبي دي اكس بي، لان ملي تدخل تبغي تقطع في الطياره تتكتب فقط دي اكس بي تيطلع لك المطار ديال دبي، لان بعض المرات يكونوا جوج مطارات في مدينه واحده، اذا هما محددين تحت المطار، بحال مثلا حتى في مطارات اخرى موجودا، مثلا ايطاليا عندها جوج مطارات، فروما مثلا عندها جوج مطارات، اذا تيقول لك مطار فومشينو ولا مطار شامبينو، هما محددين، يعني هنا محددين المطار ديال دبي ان حتى السواح عندهم الحق يدخلوا. قال كذلك الناس اللي كانوا تيسولوني ديال البحرين وديال هادو مسموح لهم انهم يديروا ليسكان يعني ترانزيت عن طريق اشنو؟ عن طريق هذا المطار، يعني قال لك اكواس انه تابليكا تشيطادين ديال البحرين، الكويت، عمان، والسعوديه، يعني بشرط
انهم يكونوا عندهم واحد الكارتا ديدنتيتا ديال الامارات، ولا يكون عندهم الاقامه. اذا هادو عندهم الحق انهم يديروا ترانزيت عن طريق دبي، يعني يجي لدبي ومن دبي يمشي لهاد الدول ديالهم، البحرين والكويت عمان والسعوديه. اذا هنا تنشوفوا بان حتى الناس الريزيدنت يعني المقيمين في الامارات حتى هما قال لك خاصهم ياخذوا واحد البيرميسو، يعني واحد الموافقه. هاد الموافقه فين كاينه؟ هي تدخل هذا الموقع، هذا الموقع اسميتو سمارت سيرفيس اي سي .gov.ee. انا غادي يعني نخلي لكم الرابط هنا، وراه كل واحد ضغط على الدوله ديالو غيلقى هاد المعلومات. هادو اللي تشوفوا كلهم راه كاينين في نفس الرابط. اذا ولو ان راه يوتيوب توقفني تيقول لك ما ديرش الروابط وما ديرش هذا، راه انا تنحاول ندير لكم باش نتوما تستافدوا، ماشي مشكل. احنا عندنا الا وقفوني ولا ما عندنا حتى شي اشكاليه، راه خاصهم يتفاهموا، لان ماشي كل الناس عارفين غادي يكتب الاسم ديال الموقع وغادي يدخل. هو ما تيبغيش يعطيك الاسماء ديال الشركات الرحلات، هاد المواقع ما تيبغينيش نديرها، ولكن انا تنحاول نديرها باش نوصل المعلومه لكل الاخوان ديالنا المغاربه المقيمين في كل دول العالم. قال لك هنا مثلا ملي تتوصل لدبي تدير تتبريزنت واحد الموديل او يعني ديك البطاقه الصحيه. البطاقه الصحيه رانا اعطيتكم الرابط ديالها في الفيديو السابق، ما عليكم الا ترجعوا لهذيك البلاي ليست وتلقاو ان يعني الفيديو خاص بالبطاقه الصحيه ديال كل الدول، واختاروا منهم وعمروه مباشره، وراه غادي يرسلوا لكم هما الجواب ديك الساعه. ونفس الشيء هنا ردوا بالكم الناس اللي داخلين، سواء داخلين كسوا يعني كتوريس، ولا الناس اللي غادي يديروا ترانزيت عن طريق دبي، اش قايلين؟ قال لك هنا خاص ضروري يكون عندك واحد التيست البي سي ار تجيبو معاك نيجاتيف، وهو اصلا مطلوب حتى لباقي الامارات كلها طالبين تيست بي سي ار، وراه ماشي غادي يديروك في المطار، غادي تجيبو معاك. هاد راه قلنا لكم كانوا قبل من واحد في شهر 8 كان تيديروه في المطار، دابا من بعد واحد في شهر 8 ولا تجيبو معاك هذاك التيست بي سي ار ملي تدخل لدبي، يعني دبي ابو ظبي الشارقه هادو كلهم رحلات. وراه دابا هنا العربيه راه دايره حتى هما رحلات استثنائيه للشارقه عن طريق من الدار البيضاء، داروهم يعني يوم 5 في غشت ويوم 6 غشت، وراه غادي يديروا جوج رحلات اخرى، مازال ما حطوش النهارات بالضبط، ولكن راه غادي يديروا، لان دابا غادي يبداو من المغرب. علاش هما موقفين دابا؟ تيتفقوا باش يديروا رحلات استثنائيه، يعني راه ولو غادي يلغيو لكم، انا قلت لكم اتصلوا بالخطوط الملكيه المغربيه ولا بالخطوط العربيه، راه غادي يعطيكم الرحلات الاستثنائيه اللي غادي يديروا. راه دابا دائما كما تنقولوا راه ما بقاوش الرحلات العاديه، هذا هو الفرق. علاش قلت لك؟ راه القرار ديال الاتحاد الاوروبي القى بالظلال ديالو على كل الرحلات الاخرى لجميع دول العالم. اذا المغرب اشنو دار؟ حيد هذوك الرحلات اللي كانوا بحال الرحلات العاديه، دابا قرر انه غادي يدير رحلات استثنائيه. اذا هو اشنو دار؟ الغى لكل الناس، وفي نفس الوقت غادي يجمع هذوك المواطنين اللي غادي يتصلوا بكم، غادي هما يسجلوكم، وراه غادي يرسلوا لكم رحلات استثنائيه. يعني رحلات استثنائيه ما كاينش شي حاجه لحد الساعه يعني انك تطلب موافقه من وزاره الخارجيه ولا لا، هي حاله استثنائيه، يعني هذه بتنظيم من الخطوط العربيه ولا الخطوط الملكيه المغربيه لحد الساعه، يعني راه ما كاينش شي قرار رسمي لحد الساعه، راه اللي متكلم بهم هما الخطوط الملكيه المغربيه ولا الخطوط العربيه، وإلا كان شي جديد راه غادي نوافيكم به. اذا كما قلت لكم ضروري التيست بي سي ار لكل الناس اللي غادي يدخلوا للامارات، وهادو هما التوضيحات اللي كاينين لحد الساعه، وإلا كان شي اجورنمنت يعني شي تحديث راه غادي نواصلكم به على طول. اذا الناس اللي غادي يمشيو، المسافرين اللي غادي يمشيو لقطر، اشنو تتقول؟ بان قال لكم ما يقدروش يدخلوا لقطر، لكن فقط يعني القطريين او الناس المقيمين في قطر، الناس اللي عندهم الاقامه يعني، وغير مسموح للباقيين يعني كتوريست كسياح غير مسموح به. والناس اللي غادي يدخلوا لقطر ضروري غادي يديروا الكورنتينا يعني 7 ايام، وخاصهم يديروا على الحج في الفندق، يعني غيدوزوا هذيك الكورنتينا هذيك 7 ايام، ماشي كورنتينا يعني اسبوع ديال كما تنقولوا العزل، غادي يبقاو في العزل مده اسبوع، وهما غادي قال لك ياخذوا يحجزوا الفندق. وهنا ها هما دايرين الفندق ديسكو، هذا ديسكوفر قطر، يعني هنا غادي تلقاو الرابط، دخلوا ليه وديروا الحجز. علاش؟
ما يمكنش تدخلوا الا لما تجلسوا ذوك 7 ايام، عاد مش عندك الحق تمشي عند الناس. اذا بعد ما تدير هذا الحجر لمده اسبوع، عاد مش عندك الحق انك تمشي عند العائله ديالك والمواطنين، يعني تلاقى بالمواطنين الاخرين. لهذا اي معلومه بغيتوها راه غتلقاها هنا في الموقع. لهذا ردوا بالكم دائما، حاولوا تتبعوا هذه التحديثات. اذا تنجيو لهنا، يعني نجيو للدوله الاخرى. اذا هنا الكويت، الكويت قال لك حتى هما حتى هما مانعين مجموعه من الدول اللي هما من ارمينيا بنغلاديش وهذا، ولكن الا كنت انت مواطن كويتي ولا عندك الاقامه راه عندك الحق الدخول دائما، لان هذه ما يمكنش يمنعوا لاي دوله، راه نفس القاعده تسري على كل الدول، كل حتى الناس ديال الهيئه الدبلوماسيه حتى ما عندهم الحق يدخلوا. قال لك الناس اللي كانوا مروا من هذوك البلدان 14 يوم راه حتى هما غادي تطبق عليهم الكورنتينا لمده 14 يوم لما يدخلوا للبلاد. اذا هنا تنستشفوا بان كل، يعني كل الدول تقريبا دايرين نفس القواعد، مختلفين غير في بعض الاشياء البسيطه جدا فقط. اذا هنا غنمشيو للبحرين، كما تتشوفوا شوف ما تتبانش كاع في الخريطه. اذا دوله البحرين، البحرين اش تقول؟ قال لك سسبنسيون ديال الفيزا والستركتور ديالها، يعني هنا البحرين حتى هي موقفه كل شيء، لكن بشرط ان المواطنين ديالها ولا المقيمين عندهم الحق انهم يدخلوا، او عندهم الحق ترونزيت عن طريق يدوزوا من عن طريق الكويت، عمان، السعوديه والامارات. يعني هنا باش تعرفوا بان عندهم اتفاق، يعني هاد الربع الدول كل المواطنين اللي بغاو يديروا ترونزيت عن طريق هاد الاربع الدول عندهم الحق. انت جاي من المغرب بغيت تمشي للبحرين، عندك الحق دير ترونزيت عن طريق الكويت، عن طريق عمان، عن طريق السعوديه، وعن طريق الامارات. وكذلك العكس، هادو خمسه دول دايرين اتفاقيه فيما بينهم. انت جاي للسعوديه وما لقيتيش مباشر السعوديه، بغيت تمشي عن طريق دبي، عن طريق الامارات تتمشي، عن طريق الكويت تمشي، عن طريق، يعني ما سامحين بينات هاد الخمسه دول باش دير ترونزيت عن طريقهم، لكن بشروط تحترم الشروط ديال الدوله. مثلا الا كنتي غتدخل عن طريق الامارات خاصك دير تيست بي سي ار، عن طريق دول اخرى ما طالبينوش. اذا كل دوله واش تطلب هنا، تضربوا مثلا هنا البحرين تطلب اشنو؟ غدير سكرين ميديكو، يعني واحد التتبع ديال الطبي، وعندك الكورنتين 10 ايام، يعني عندك الحجر 10 ايام. هذا بالنسبه للناس، الناس غيدخلوا البحرين ملي تجي عندك الحجر 10 ايام، يعني غيديروك العزل كما تنقول، او تدخل، لان هنا ما موضحينوش بس ميديكال كورنتين ولا ديال السجون، يعني هما كاتبين بان غادي يكون عندك الحجر 10 ايام تبتعد على الناس، ما دايركش العزل كما داير قطر. العزل هي غادي تمشي انت ديريكت للوطيل وتبقى تما، ما تقدرش هنا، انت غتمشي للمنزل ديالك وتبقى 10 ايام ما تخرجش كما دايره في ايطاليا وكما دايره مجموعه من الدول. اذا هنا حاولنا اننا نديروا مجموعه من الدول العربيه اللي طلبوا لنا منهم الناس. اذا شنو اللي بقى لنا؟ بقى لنا دابا غادي ندخلوا الدول ديال الاتحاد الاوروبي في عجاله، اللي هما غادي نبداو بايطاليا. ايطاليا راها معروفه دائما مسموح للمواطنين ديالها يدخلوا، وعندهم خاصهم يديروا 14 يوم ديال الكورنتينا في المنزل ديالو، وتتعمر شكون هو اللي غيتلقى لك، ورقم السياره، يعني هادو معلومات كلها. اذا هنا دائما اوروبا كما قلنا مسموح لكل الناس، وهنا معروفه ايطاليا، يعني ما تطلبش تحاليل، ولكن تطلب دير الحجر الصحي لمده 14 يوم، اللي سواء جيتي في الباطو ولا جيتي عن طريق الطائره نفس الشيء. ولحد الساعه هادو هما التحديثات اللي كاينه. المعلومه اللي مهمه اللي بغينا نوصلوها للناس اللي بغا يجيو لايطاليا، ان كل الاشخاص اللي وفى ليه البرميسو من 31 في شهر 1 الى 31 في شهر 7 راه عنده الحق انه يدخل ايطاليا الى حدود 31 في شهر 8، يعني ولو انه وافي، ما تمشي للسفاره لا اي دوله لا اي مكان، تتمشي ديريكت تجي لهنا لايطاليا. مسموح انك تدخل بالبرميسو ديالك وافي، انتهت الصلاحيه ديالو من 31 شهر 1 حتى 31 شهر 7، عندك الحق تدخل به دابا الى حدود 31 شهر 8 فقط لحد الساعه. اذا غادي نمروا لفرنسا. اذا فرنسا هما نفس، غادي يكونوا نفس الشروط ما بين فرنسا والمانيا، لان الاتحاد الاوروبي كله متفق على نفس الشروط. نفس الشيء انه قال لك نوني كونسنتيدو، غير مسموح دخول المسافرين، ولكن مسموح لهم لكل الاشخاص اللي قلنا لايطاليا. نفس الشيء تيسري على فرنسا، تيسري على اسبانيا، تيسري على المانيا، على كل الدول الاوروبيه. الفرق اللي كاين، الفرق اللي كاين ان فرنسا تطلب التست بي سي ار ويكون صالح لمده 72 ساعه، هذا فرنسا. هما تيقولوا بان غادي ملي تدخل
الا كنت انت من المواطنين ديال هاد الدول، يعني جاي من الجزائر، جاي من المغرب، جاي من البرازيل، جاي من اسرائيل، جاي من الكويت، جاي من مدغشقر، هادو خاصك دير تاس بي سي ار. اذا ننصحك دير تاس بي سي ار، جاي من المغرب من احسن لك ديرو، لان هما هنا في فهنا ما محدينوش. ولكن هذا القرار كان نهار 1 شهر 8، يعني ملي غيديروا التحديث راه غادي يدخلوا حتى المغرب، لان المغرب ما كانش في الاول داخل. اذا تنصحك باش ديروا تاس بي سي ار ديال الانف، راه تيديروا في المغرب، من الاحسن ديروه باش ما توقعش مشكله. ولكن الا ما درتيش راه غادي يديروك في المطار، ومن الاحسن باش تيفيتي الصداع والزحام وهذا. ودائما تزيد واحد يعني بطاقه المسافر كما تنقولوا، دائما خاصك تعمرها. قال لك وهنا دايرين بان قال لك المواطنين اللي غيدخلوا راه تاهما خاص غادي يديروا الكورنتينا ولا ليزولامنت ولا العزل. هنا ما حدوهاش، ولكن هي الاتحاد الاوروبي تيفرض 14 يوم. اذا كل المواطنين هما اللي غادي يدخلوا من المغرب ولا الجزائر ولا هادو راه عندهم ليزولامينتو والكورنتينا، اذا خاصك ديرها. اذا عندك حتى هنا، حتى فرنسا فرضتها، وكذلك المانيا. هنا نوصلوا ليها، المانيا حتى هي فرضت الكورنتينا. اذا ملي وصلنا لالمانيا نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الهضره، ان كل المواطنين الالمانيين الجنسيه ولا المقيمين في المانيا عندهم الحق يدخلوا، ولو المواطنين اللي في الدول الاوروبيه كلها عندهم الحق يمروا من اراضيها عادي. كذلك في ايطاليا، يعني هذا قانون يسمح به، الناس اللي غيجوا في الباطو عادي يمشي يمر عن طريق المانيا، ما كاين حتى شي مشكل، عنده الحق ترانزيت انه يمر بشرط انه ما يوقفش تما، وعنده الحق انه يمر حتى 36 ساعه ديال ترانزيت، سواء في ايطاليا سواء في مجموعه من الدول. وكل الناس اللي غادي يدخلوا المانيا عندهم حتى هما الكورنتينا 14 يوم، يعني حتى هما غادي يديروا 14 يوم ما يخرجش. وحتى البطاقه الصحيه هنا كلشي ولات حاجه، يعني هادشي اصبح مفروض. البطاقه الصحيه راه ورقه تتعمرها، والله يعاون سوا، ولكن تتبع كل دوله. وشو كاين دوله تقول لك عمر عن طريق الموقع ديالي، كاين دوله اخرى تقول لك ها هو المطبوع عمر وانت راسك. كاين تتمشي كاع، الا انت ما عرفتيش كاع غتوصل المطار غادي يعطيوها لك، ما كاين حتى شي مشكل، ما عطاوش في المطار غتركب في الطائره غادي يعطيوها لك نفس الشيء. اذا ما تحملش هم كبير ديال البطاقه ديال المسافر، ولكن رد بالك غير من الكورنتينا، انك من توصل راه غادي خاصك تطبقها لكل الدول اللي انت غادي تدخل لهم. اذا غادي نمشيو دابا لاسبانيا. اذا اسبانيا حتى هي نفس الشيء، راه ملي تنهضروا تلقاو ان عندهم نفس القوانين. اذا هنا مانعين بان حتى شي واحد ما غادي يدخل اسبانيا الى حدود 31 شهر 8، باقي بشرط اذا كانوا اسبانيين او مقيمين هنا عندهم الحق انهم يدخلوا الاراضي ديالها. لكن دائما كما قلنا انهم خاصهم يديروا واحد التتبع صحي. اذا من هنا تنكتشفوا بان كل الدول الاوروبيه متفقه على نفس الكلام، والدول العربيه غادي ان شاء الله نواصلكم بتحديثات كيف ما غادي تخرج من العربيه ومن الخطوط الملكيه. ما بقى لنا الا نودعكم ان شاء الله، باذن الله نطلبوا بانهم يحدوا الرحلات للدول العربيه في اقرب وقت. الناس اللي عندهم الرحلات للدول الاوروبيه الا عندهم شي معلومه ولا شي اي استفسار يحاولوا يعني يرسلوه، كتبوه في التعليقات، ورا ان شاء الله غادي نحاولوا نرضيو جميع الطلبات، لان ما بغيناش نديرو فيديو طويل جدا، وغادي ان شاء الله نحاول نوافيكم باقرب الاجل باي معلومه جديده وصحيحه. وما تنسوناش بالاشتراك والضغط على زر تفعيل الجرس، وبارطاجي الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الناس، باش تكون استفاده للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.